مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم في هذه التحديات الرائعة في هذه الانطلاقات المتميزة. شوطنا الثامن من أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص بالزمول. شعارات لأصحاب السمو الشيوخ الحاضرة في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. نسير مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع عماش من انطلق واندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري. من يتابع، من يتابع عماش على الصدارة والمقدمة ومع المركز الثاني. مع المركز الثاني نتابع شاهين بشعار يجن العاصفة، يقود غياث الهلالي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث وأرى التقدم لمايهاب بشعار يجن سيح السلام، وتقدم حمد بن علي العويسي مضمر الخمس نجوم. من يأتي بتحديات ماي هاب على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع يصل، يتقدم شاهين التابع لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، ياتي الطويل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعه سعيد بن عبيد الحميري. من يقدم الطويل على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات، نتابع نتابع التقدم في هذه اللحظات لسلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبة في عمليه تضميره وتدريبه، وساب طبعا أرى التسلل، أرى التقدم، أرى الانطلاق في هذه اللحظات لشاهين التابع لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن المحيط بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. وعلى مستوى المركز التاسع يصل، يتقدم في هذه اللحظات شاهين التابع لهجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي. بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر، ياتي في هذه اللحظات سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم ومتابعة وتقدم طارش بن مبارك بالقوبة. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة إلى الصدارة والمقدمة وبداية هذا الشوط. وأرى هناك أيضا اللي ينفرد بالصدارة، اللي ينفرد بالمقدمة عماش. من يقود هذه الجموعة، من يندفع بتحديات هذا الشوط منذ البداية، ينفرد انفراد كلي بناموس هذا الشوط وبشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة أحد الخبراء مسري بن سالم بالعرطي الحميري. من يتابع، من يتابع تقدم عماش راح الخبير، انطلق بتحديات هذا الشوط ومع هذا الانفراد المتميز. المسافة ما بينه وما بينه وما بين البقية كفيلة لانتزاع ناموس هذا الشوط، حيث أيضا بعد المسافة منذ البداية ينطلق بهذا التحدي المثير والرائع. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي سلهود مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبة في عملية التضمير والتدريب. وعلى مستوى المركز الثالث ومع المركز الرابع ياتي شاهين وشاهين الآخر، الاثنين بشعار هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات على مستوى المركز الخامس، يتقدم شاهين كذلك بشعار هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. المركز السادس، المركز السادس المحيط بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان الصادق فضل الأمين، يتابع يتابع تحديات المحيط مع المركز السادس. وسابعا الانطلاق من الجانب الآخر لمايهاب بشعار هجن سيح السلام، وتقدم حمد بن علي العويسي
المركز الثامن. المركز الثامن ياتي شاهين بشعار هجر العاصفة يقود بهذا الانطلاق غياث الهلالي. وعلى مستوى المركز التاسع تحديات الطويل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم متابعة سعيد بن عبيد الحميري. ومع المركز العاشر نتابع المركز العاشر وأرى هناك صوغان أيضا القادم في هذه اللحظات بشعار هجن سيح السلم سيبن أحمد بن خريدة في عملية التضمير والتدريب. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة. أكملنا ندانا الثاني والمسيرة تسير في تحديات هذا الشوط وبهذا الانطلاق المتميز وبهذه العروض المثيرة والرائعة. وعماش من ينفرد من ينطلق من يندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية عماش وشعاره سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم ومتابعته مسري بن سالم بالعرطي الحميري. من يتابع عماش مع المركز الاول المركز الثاني والثالث والرابع يتقدم شعار هجن العاصفه مع هذه الاسامي العملاقه ومتابعته غياث الهلالي. المركز الخامس ياتي سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يقود بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز طارش بن مبارك بالقوبة. من يتابع انطلاقة سلهود اللي بدأ يتسلل بدأ ينطلق أيضا وعينه على الصدارة عينه على مقدمة هذا الشوط. بينما انطلقنا مع المركز السادس تحديات وتقدم المحيط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بسيبان الهيان الصادق فضل الأمين يتابع انطلاقته المحيط بهذا الأداء المتميز. وعلى مستوى المركز السابع ياتي شعار هجن العاصفة بتقدم شاهين يقود غياث الهلالي. ثامن الانطلاقات ثامن التحديات الطويل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم وتقدم سعيد بن عبيد الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. ولكن بنعود إلى الصدارة نتابع البداية والمقدمة ونحن نغترب من لوحة الكيلو المثير. وعماش ينفرد بالصدارة ينفرد بالمقدمة منذ البداية اندفاع تلقائي اندفاع ذاتي منذ البداية يقود هذه الجموع. والشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم وتقدم بو حمد مسري بن سالم بالعرطي الحميري. من يتابع عماش هو الأقرب لناموس هذا الشوط ينفرد انفراد كلي وذاتي بهذا التحدي المثير والرائع. نتابع المركز الثاني نتابع شاهين بالشعار هجن العاصفة ياتي على مستوى المركز الثاني يقدم غياث الهلالي. سلهود مع المركز الثالث بالشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وتقدم طارش بن مبارك بالقوبع. واللحظات الأخيرة عماش بيختم هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز قام رأس وبينهي الشوط راس. تهانينا من هذه اللحظات وبهذا الأداء المتميز بدون أي تعليمات عصا راقدة وآمنة. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم تهانينا لمسري بن سالم بالعرضي الحميري أحد خبراء التضمير منذ فترة طويلة في هذا العالم الساحر. قدم عماش بهذا الأداء المتميز وبدون أي أوامر بدون أي تعليمات يصل إلى خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم تهانينا لأبو حمد مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ولحظات وصول عماش إلى خط النهاية بدون أي منافس. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة. المركز الثالث سلهود بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد برايد المكتوم. المركز الرابع المحيط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. وعلى مستوى المركز الخامس ياتي الطويل بشعار سمو الشيخ مكتوم
بن حمدان برايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. بتقدم عماش 10 دقائق 6 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، والتهاني لأبو حمد مسري بن سالم بن عرطي الحميري، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول أيضا شاهين، 10 دقائق 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغيات الهلالي المركز الثالث سرهود بتوقيت زمني مقداره 10 دقائق 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني موصولة للطارش بن مبارك بالقوبة.